السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب بوروسيا دورتموند بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن انتهت مباراة الجولة الأولى من دوري المجموعات في رابطة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد. ولم يشارك نجم المنتخب الوطني الجزائري رامي بن سبعيني في هذه المواجهة أساسيا، بل دخل في الربع ساعة الأخيرة من المباراة. وبعد نهاية المواجهة قال مدرب دورتموند: اليوم باريس سان جيرمان كان أحسن منا، ولكن الفريق قدم ما عليه في هذه المباراة الصعبة. وبخصوص عدم إشراك رامي بن سبعيني منذ ضربة البداية، قال أن هذه الأمور هي أمور تعود للطاقم الفني والمدرب وفقط. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.